النشرة رئيسية تأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى معي أنا مولا نسيمة ونستهلها بالعناوين أحزاب الأغلبية البرلمانية تعلن عن عقد ندوة وطنية يوم 13 جويلية المقبل تحذيرا للانتخابات الرئاسية وزارة الفلاحة تشرع في عمليات تخزين واسعة للبطاطا والبصل من أجل التحكم في الأسعار أجواء رياضية خاصة تعيشها أحياء العاصمة تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية والروح الرياضية ستكون الفائزة الأكبر اهلا بكم من جديد. بدايه بعث رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون رساله تهنئه الى اخيه محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبه اعاده انتخابه رئيسا للجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. وجاء في رساله الرئيس تبون: اجدد لفخامتكم قناعتنا الراسخه وحرصنا الدائم للتشاور والتنسيق من اجل تعزيز وشائج الاخوه وتدعيم التعاون القائم بين بلدينا واضاف. نحرص على الرفع من شراكتنا الاستراتيجيه وتوسيعها خدمه لمصالحنا المشتركه والمساهمه في تحقيق تطلعات شعوبنا في المنطقه المغاربيه وفي الساحل الى المزيد من التضامن والتكامل في كنف الامن والاستقرار وفي خبر آخر تحذيرا للندوة الوطنية يوم 13 جويلية المقبل لدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للترشح لعهدة جديدة تم عقد اجتماع اللجنة المنبثقة عن ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية في الجزائر اليوم بمقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي حيث دعا الأمين العام للتجمع ياحي مصطفى لخلق أرضية توافق بين لجنة الائتلاف ورص صفوف المناضلين للأحزاب الثلاثة لنجاح مسار الحملة الانتخابية خاصة وأن ما حققوه من نجاحات تعد ثمرة الإصلاحات التي أقرها الرئيس تبون ويمثل الائتلاف الأغلبية النسبية على المستوى الوطني ب 55.56% ومن عدد المنتخبين المحليين المقدر عددهم 27 ألف منتخب محلي يوجد عشر ألف منتخب من صوف الائتلاف أي 55.87% على المستوى الوطني ما يتطلب تحمل مسؤولية أكبر لمواصلة الإصلاحات التي أقرها مرشح الإجماع ميكروفون أميرام كيدش انا مشينا مع السيد المواطن ولا رئيس اربع سنوات خمس سنوات بجنبه وجسدنا وقفنا في الاعداد يعني في الاحصائيات في في التنميه المحليه في التنميه الوطنيه كل واحد ساهم منا كي جمعنا المنتخبين المحليين تاعنا لقينا 15000 و253 روح دير نسبه بسيطه لقينا 55.87 بالمئه على مستوى الوطن هذه الثلاثة اللي قاعدين هنا أفلان المستقبل عنده من المنتخبين المحليين خمسة وخمسين فاصل سبعة وثمانين الأغلبية نسبية. تشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي أن الجزائر استقبلت 1.8 مليار دولار من التحويلات المالية للمهاجرين مع نهاية عام 2023 ما يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تحويلات وصفها الخبراء بالضئيلة على الرغم من أهميتها في المساهمة في المشاريع الاستثمارية باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل الخارجية التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هاجر حاشي التقديرات الاخيره للبنك الدولي تشير الى ان حجم التدفقات الماليه للمهاجرين الى الجزائر لم تتجاوز 1.8 مليار دولار بنهايه عام 2023 ما يمثل اقل من 1% من الناتج المحلي الخام وعلى الرغم من تصنيف الجزائر في المرتبه السابعه عربيا الا ان الخبراء وصفوا التدفقات الماليه للمغتربين بالضئيله وغير الكافيه بالنظر لاهميتها في المساهمه في المشاريع الاستثماريه تحويلات تاع الجزائريين المقيمين في الخارج الى الجزائر نظن بانه الجزائر متاخره جدا لما نقارن الجزائر مثلا ما هي الاموال التي يتم تحويلها من الخارج الى الجزائر نقارن على الاقل مع الدول القريبه منا في المحيط في شمال افريقيا نقارنها مع تونس مع المغرب مع مصر اللي هما اقرب الدول لنا من حيث عدد الجاليه وحنا اكبر عدد يعني الجاليه تاعنا بالنسبه للجزائر خاصه بالنسبه لفرنسا ونشوف بانه الرقم لا يتجاوز او لا يصل 2 مليار دينار جزائري فهذا بعيد جدا جدا جداً, جدا التقارير الأخيرة للبنك العالمي وهيئة الشراكة العالمية من أجل المعرفة حول الهجرة والتنمية الصادر شهر جوان 2023 كشفت أيضا عن ارتفاع التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج خلال عام 2022 إلى نحو 1.82 مليار دولار مقارنة بعام 2021 والذي بلغت قيمة التحويلات خلاله 1.759 مليار دولار، فيما بلغ مجموع التحويلات خلال أعوام 2020-2022 ما قيمته 5.38 مليار دولار، ووفقًا لهذه التطورات المسجلة، فإن قيمة التحويلات الخاصة بالجزائر سجلت نموا بنسبة 4.51% بحسب التقارير ذاتها إذا نظن بأنه عدنا فراغ فراغ في القانون وفراغ أيضا في عدم التحكم في السوق الموازي اللي من المفروض أنه نقضي على السوق الموازي للعملة الصعبة بحيث أنه كل الأموال اللي يحولوها الجزائريين المقيمين في الخارج تمشي إلى مكاتب الصرف أو تمشي إلى التحويل عن طريق البنوك الذين غير الأموال تاعهم ويحولوها عن طريق البنوك باش تستفاد الخزانة العمومية ويشاركوا في الاقتصاد الوطني ولكن بشرط أنه نفتح مكاتب صرف ونحسن المنظومه القانونيه تاعنا ونجعل من المعاملات بالنسبه للعمله الصعبه هي معاملات رسميه عن طريق البنوك وعن طريق مكاتب الصرف ويدعو خبراء في الاقتصاد الى ضروره تعزيز حجم التحويلات الماليه للجزائريين من خلال فتح فروع بنكيه في دول المهجر وخاصه فرنسا التي يعيش فيها اكبر جاليه جزائريه بالاضافه الى بعض الدول الاوروبيه فضلا عن تحديث النظام المصرفي خاصه التحويلات البنكيه الدوليه مع منع التعاملات الماليه الموازيه بالاضافه الى تسهيل الولوج الى السوق الوطنيه العموميه والخاصه في اطار التجاره الرقميه والتي يمكن ان تساهم بشكل كبير في الرفع من نسبه التحويلات واستقطاب مزيد من العمله الصعبه ما سيسهم في انعاش الاقتصاد الوطني أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي جلال سرندي معمر أن الجزائر وتركيا تعملان من أجل استحداث علاقات تجارية مبسطة ومؤهلة ذات امتيازات محفزة على المستوى الجمركي وهذا بهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولترقية المبادلات التجارية إلى مستوى 10 مليارات دولار في المرحلة المقبلة. باقي التفاصيل في التقرير التالي للزميل توفيق زعروني. بعد تطهير مناخ الاعمال بالجزائر ودعمه بترسانة من القوانين والتشريعات التنظيمية التي تكفل الامان الاقتصادي للمستثمر الاجنبي، بدات الشركات التركية تتوافد تباعا نحو الوجهة الاستثمارية الجزائرية، ما سيسهم في بلوغ رهان 10 مليارات دولار حجم المبادلات التجارية بين البلدين. مثلا التسهيلات والتحفيزات التي يعطيها التي يعطيها قانون الاستثمار الجديد كذلك يعني الشفافيه في المعامله والمساواه ما بين المتعامل الجزائري والاجنبي بصفه عامه والتركي بصفه خاصه. اضافه الى هذا استحداث هيئات توزيع العقار. كذلك اسس معتمده في كل ما هو يد عامله، كل ما هو ماده اوليه فرص التعاون والشراكه المتاحه بين الجزائر وتركيا بدات بوادرها تتضح من خلال العديد من المشاريع الاستثماريه في مجالات مختلفه على غرار النسيج الحديد والصلب البنى التحتيه وكذا الفلاحه والطاقه هذا آه هذا الارقام هذه ارقام متزايده سنه بعد سنه نجدها 3.2 مليار دولار في 2020 رغم جائحه الكورونا والان آه هي 6.3 وان دل على شيء فانه يدل على ان قوه العلاقات الاقتصاديه ما بين البلدين تستمر وتتزايد من وقت الى اخر. 1550 شركه متواجده في مختلف المجالات في مختلف القطاع، القطاعات يعني اهمها شركه توسيالي برقم اعمال يعني 2 مليار دولار كذلك نجد معمل طيال للنسيج ومن أجل تجسيد الرؤية الاقتصادية الثنائية للبلدين تعمل الجزائر وتركيا من أجل استحداث علاقات تجارية مبسطة ومؤهلة ذات امتيازات محفزة على المستوى الجمركي ضرورة يعني إيجاد علاقات تجارية مبسطة بالنسبة للتجاوزات الجمركية أو حتى بالنسبة لاستعمال بعض التجارة التفاضلية للتسهيل في المبادلة التجارية ما بين الجزائر وتركيا. الشراكة مع تركيا تكتسي طابعا استراتيجيا كونها من بين اقوى الدول اقتصاديا باحتلالها المرتبة التاسعة عشر عالميا، في المقابل الجزائر تزخر بإمكانيات بشرية وطبيعية وقاعدة استثمارية متينة من خلال سلسلة مشاريع البنى التحتية وخطوط النقل البري والجوي والمعابر الاقتصادية من أجل ربط الجزائر بعواصم دولية ما يفتح آفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية. بين البلدين تعرف الجزائر تطورا متناميا في مجالات الصناعات الكهرومنزليه والالكترونيه اذ حققت الاخيره ارباحا معتبره مؤخرا مقابل توجيهها للبيع الى الاسواق الاجنبيه المزيد مع نور الاسلام قليل ثلاثه وثمانون من حاجيات السوق الوطنيه في مجال الصناعات الكهرومنزليه والالكترونيه تم تغطيتها اما قيمه صادرات هذه الصناعه فقد ناهزت الخمسه واربعين مليون دولار الجزء الاكبر منها والمقدر بعشرين مليون دولار تم تحقيقه من المبيعات الى فرنسا فضلا عن سته ملايين دولار نتاج المبيعات الى تونس في حين كان نصيب ليبيا ستة ملايين دولار النجاح الباهر الذي تحقق في الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية يعكس جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الهام عدد من المستثمرين للإقبال على هذا النشاط أه كذلك هناك تحفيزات أخرى قدمتها الدولة الجزائرية في هذا الشأن هناك مثلا التحفيزات العقارية أم. وهناك مرافقة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي كانت تسمى في مضى لوندي لابسي في مامادا التي كانت منحت كذلك عدة تحفيزات التي كانت تمنح في توريد سلاسل التركيب دون ان ننسى جهود ان ننوه بجهود الوزاره التي رافقت المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال والتي اعطته عنايه خاصه من حيث الاستشاره او من حيث معالجه مختلف المسائل التي تتعلق بتطوير هذا القطاع. نسبة إدماج وصلت إلى 80%، والأجزاء المكونة لهذه الصناعات أغلبها متوفر، مما يجعل الجزائر في وضعية مثالية لتقليص فاتورة الاستيراد والتعويل على المنتوج المحلي، سيما بعد التوصيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية. بطبيعة الحال السيد رئيس الجمهورية، في عدة مجالس وزراء، أصدر تعليمات صارمه للرقيب المنتوج الوطني واحلال الواردات اصدر اوامر لاستعمال المنتوج الوطني بدل المنتوج المستورد مستقبل واعد ينتظر صناعة الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية الذي قد يكون قريبا واحدا من أعمدة الاقتصاد الوطني خاصة مع الجودة التي أبانت عليها المنتوجات الجزائرية في الأسواق الأجنبية أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة إلى الشروع في تخزين 150 ألف طن من محصول البطاطا و40 ألف طن من محصول البصل على المستوى الوطني العملية التي ستعمل على ضبط سعر هذين المحصولين في السوق المزيد في هذا التقرير لأمينة أوكالي في إطار البرنامج الوطني لمنظومة ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع سير بالاك أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة إلى تخزين 150 ألف طن من محصول البطاطا و ألف طن من محصول البصل على المستوى الوطني كون هذين المنتوجين هما الأكثر استهلاكا في الجزائر الأمر الذي سيعمل على استقرار وضبط أسعارهما في السوق حيث أن الكمية المخزنة من البطاطا التي يعتزم تخزينها تعتبر كافية لضمان استقرار الأسعار في السوق وضبطه خلال الفترة المحددة وذلك للأسباب التالية التقدير الدقيق للاحتياجات السوقية فالكميات المختارة تأخذ في الحسبان الاحتياجات الاستهلاكية الوطنية التقليل من تذبذب الاسعار توفر هذه الكميات الكبيره في المخازن سيمنع ارتفاع الاسعار بسبب نقص العرض مما يضمن استقرار الاسعار في السوق المحلية تخزين هذه الكمية من محصولي البطاطا والبصل سيسمح بضمان وفرة في السوق لاسيما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر كون هذين الشهرين يشهدان تذبذبا في تمويل السوق بالبطاطا والبصل نتيجة انتهاء المخزون السنوي كما أن التخزين لهذه الفترة يتيح للمزارعين التحضير الجيد للمحصول البعد موسمي إن اختيار هذه الفترة يأتي بناء على الحاجة الملحة لسد الفجوة بين المحصولين الموسمي والبعد الموسمي مما يضمن توافر الكميات المطلوبة وتفادي أي ارتفاع غير مبرر إن تخزين كمية 150 ألف طن من البطاطا و40 ألف طن من البصل التي تعتزم تخزين وزارة الفلاحة تخزينه لمواجهة الفترة التي تكون في شهري سبتمبر وأكتوبر يعد إجراء استراتيجيا مدروسا لضمان استقرار الأسعار في السوق وضبطها اتباع نظام سيربالاك الذي يضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك هو ما تهدف إليه الحكومة نحو ضمان خدمة المواطنين بالأخص من جانب توفير المحاصيل خاصة واسعة الانتاج وضمان ضبط واستقرار أسعارها في إطار الإحصاء العام للفلاحة أحصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دخول عدة مستثمرات فلاحية في شركات مع القطاع الخاص بغية الاستثمار الصناعي الفلاحي ما أحدث حركية في القطاع ويعد بإنعاش الاقتصاد المحلي تقرير أميرة أمكيدش اتجاه كبير للخواص للاستثمار في القطاع الفلاحي واستغلال المنتجات الفلاحيه الطازجه مباشره في مختلف الصناعات التحويليه بعدما كان النشاط الفلاحي محصورا على الفلاحين والمزارعين فقط بحيث تم في إطار إعادة هيكلة المزارع النموذجية لتحويلها إلى وحدات إنتاجية فلاحية دخول 34 مستثمرة بمناطق مختلفة في ربوع الوطن في شركات مع مستثمرين خواص وذلك من مجموع 174 مستثمر نموذجية على المستوى الوطني ويبلغ عدد المستثمرات الفلاحيه التي احصدتها الوزاره الوصيه حوالي مليوني ومائتي الف مستثمر اغلبها تتجه لعقد شركات مع المستثمرين الخواص وهو رقم مرجح للارتفاع حيث تعكف حاليا بعض الولايات على تسجيل مستثمرات جديده لم تكن مدونه في المعلومات الاداريه لبعض البلديات تعزيز الشراكة مع المستثمرين الخواص المهتمين بالاستثمار في القطاع الفلاحي سمح بزيادة الانتاج الفلاحي وأحدث حركية غير مسبوقة خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الحكومة بغية الاستثمار والانخراط في الصناعات التحويلية الفلاحية بهدف تثمين المنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الغذائي وهو خيار استراتيجي والآلية الأنجع التي تبنتها الحكومة لتفادي تلف وكساد المنتوجات الفلاحيه وتذبذب اسعارها في الاسواق الوطنيه ومنه انتعاش في المواد الفلاحيه والنمو الاقتصادى المحلي تلعب السياحة العلاجية دورا مهما في تطوير القطاع السياحي الجزائري نظرا لما تسخر به بلادنا من منشآت سياحية صحية كالحمامات الطبيعية التي تجذب السياح والمرضى على مدار العام عبد الرزاق ديني والتفاصيل أزيد من 630 مشروعا صحيا منذ عام 2021 اتفاقية وشراكات صحية مع العديد من الدول تدخل ضمن اهتمام الدوله الجزائريه بالسياحه العلاجيه التي اصبحت مدخلا لتطوير السياحه في البلاد خاصه الطبيعه التي تتمتع بها الجزائر من حمامات ومنابع وقد كانت الجزائر قد وقعت اتفاقيه تعاون مع دوله قطر لانشاء مستشفى متطور اضافه الى سعيها لانشاء الوكاله العربيه للدواء بالشراكه مع مصر وهو المشروع الذي سيكون مكسبا لصالح الجزائر وتواجه الحكومة تحديا في استغلال الحمامات الطبيعية التي تسخر بها الجزائر حيث تعاني هذه الموارد الطبيعية من سوء التسيير والخدمات وتتجه الجزائر للرقي بقطاع السياحة العلاجية من خلال الدعم الحكومي لكل المشاريع الصحية إضافة إلى تجسيد الشراكة بين القطاع العام والخاص للاستفادة من الخبرات السياحة العلاجية قطاع تسعى الجزائر لتطويره والاستفاده منه اقتصاديا لاستقطاب السياح والمرضى على حد سواء وفي الرياضة تشهد أحياء العاصمة أجواء مميزة تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية الذي تنطلق صافرة بدايته يوم الجمعة المقبل على ملعب خمسة جويلية المصادف لعيد الاستقلال والشباب وكانت قد انطلقت عملية بيع تذاكر المباراة صبيحة اليوم في أجواء تنظيمية محكمة المزيد في تقرير أيمن فريحة قبل أيام من انطلاق نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع بين العميد مولودية الجزائر ووصيف البطولة شباب الوزداد بدأت اليوم عملية بيع تذاكر المباراة على مستوى ملعب خمسة جويلية لأنصار مولودية الجزائر وعلى مستوى ملعب عشرين أوت لأنصار شباب الوزداد وتعيش الأحياء العاصمية أجواء مميزة بالنظر للطابع الخاص الذي تتميز به هذه المسابقة مقارنة بالمنافسات المحلية بعد أن باتت عرسا كرويا بامتياز ورانا نوجد خويا العزيز رانا كل يوم نوجد العلامات كاشنيات كذا الحمد لله راهي الاجواء ما شاء الله في باب الواد وفي مناطق اخرى ثاني رانا شغل كيما نقولوا حنايا يعني رانا فرحانين بهذا الفينال هذا ان شاء الله تكون كاين روح رياضيه بين الانصار فريقين عريقين خويا الاجواء كما راك تشوف فيها الاجواء حماسيه الاجواء كيما نقولوا بينتهم شويه تنافس مالغري واش صرا وصرا, وصرا بيناتهم نبقاو خاوه خاوة يا مولوديا يا خو الحاله راهي الاجواء كما يقول الله يبارك كي بابلوات كي يا خو هاردا دوك حنا كما يقولك الماتش 90 دقيقة ويخلص واحد يروح في حاله هاردا واللي يلعب مناح يديها يا خل. جمهور الناديين اتفقوا على ابقاء هذه المباراه في اطارها الرياضي وتمثيل الجزائر بصفة والصوره التي تليق بها خاصه مع الانظار المسلطه من الاعلام العربي اتجاه مسابقه عريقه ككاس الجزائر. في بالكوره ولا في الوقت كان اصحاب مولوديه كان اصحاب الياسمة كيف كيف ولما يركع نديوها احنا مولوديه بصحتنا. يديوا السي ار بي بصحتهم وحنا ماذا بينا نشوفوا متعه في الملعب ونشوفوا متعه في المجراجات نحن نحينا العنف المناعب ونحينا السرقه نحينا بزاف عفايز ولي سرق شلي سرق. لي سرق نحاوزوه ما كاش لي سرق حنا في مولوديا خلاص. يسمي الله صورة حسنه على الجزائر يا. باسكو فينا راح يشوفها العالم يا الانصار ثم الانصار ثم الانصار المولوديه ولا شباب من الوزداد خوا خوا ردوا بالكم يدخلوا في وسطكم العديان هي مباراة تبقى فيها الروح الرياضية الفائز الأكبر بالرغم من الأهداف الرياضية التي يتطلع إليها الفريقين حيث يعد نهائي فض شراكة التساوي في عدد ألقاب السيدة الكأس وبهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الرئيسية إلى التذكير بأبرز العناوين أحزاب الأغلبية البرلمانية تعلن عن عقد ندوة وطنية يوم 13 جويلية المقبل تحضيرا للانتخابات الرئاسية وزارة الفلاحة تشرع في عمليات تخزين واسعة للبطاطا والبصل من اجل التحكم في الاسعار. أجواء رياضية خاصة تعيشها أحياء العاصمة تحضيرا لنهائي كأس الجمهورية والروح الرياضية ستكون الفائز الأكبر. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه في امان الله